الأربعاء 23 أكتوبر 2019 في عرب وود الليلة. أحمد حلمي ومنى زكي وسونام كابور نجوم ووك أوف فيم في دبي. لذيذ إن إحنا مع بعض، بس كمان الحدث نفسه لذيذ وجميل. هل عدى ويك إند وبيلا حديد؟ كارمن بسيبس في مواجهة نادين نجيم وسيرين عبد النور. التمثيل هو شغفي والتمثيل هو شيء بحب أعمله. نجوم يتوجهون للأعمال الوطنية. أحمد فهمي ضيف شرف شقيق وكريم فهمي. أنا كلمتهم في التليفون، بكرة عندي تصوير ومش عارفين جايين يعملوا إيه يعني. أنا شيحة تكشف العرب وود عما ندمت عليه في حياتها. بحبش أقول أسراري لحد. تفاصيل جديدة حول فيلم فورد فيرسس فيراري. على طريق هوليوود توجه أحمد حلمي ومنى زكي وبلقيس وسونام كابور وياسر القحطاني لدبي للمشاركة في حدث ووك أوف فيم. يعني زي ما بنشوف في هوليوود أسماء الستارز الكبار دايما بتتكتب في نجوم بتتوزع على المدينة، في دلالة على إنجازهم في عالم الفن وشعبيتهم الكبيرة، وانتقلت الفكرة إلى دبي. حدث كبير بيحمل النجوم مسؤولية كبيرة، وعلى قد فرحتهم خافوا من المسؤولية دي زي ما قال أحمد حلمي حصريا لعرب وود في لقاء زميلتنا نقطة رابولس معاه من دبي. تم افتتاح ممر المشاهير في دبي كأحدث معلم سياحي بالمدينة. تكريمك اليوم بنجمة بدبي شو بيعني لك؟ هو يعني أهم حاجة تعني لي في الحكاية دي يعني غير السعادة والفرحة إنها مسؤولية كبيرة، يعني إنه لما عدي حد يشوف اسمك موجود على حيطة جوه نجمة، دي حاجة مش سهلة، يعني حاجة مش سهلة خالص، فإنه لأنه ممكن يقول والله يستحق أو إيه اللي حطيته اسمه ليه هنا، بس فهي الرعب كله جاي في الحتة دي. يعني يا رب دايما دايما كده انه تكون النجمة دي اللي يشوفها او يقرأ اسمي عليها يبسط ما يتضايقش. اول شيء احكينا على تكريمك اليوم وانه عندك نجمة بدبي مثل ووك أوف فيم تبع هوليوود، شو بيعني لك هالتكريم خصوصا ان تكرمتي كمان مع احمد حلمي؟ هو اللذيذ ان احنا مع بعض، بس كمان الحدث نفسه لذيذ وجميل، فا ام اكسايتد، حاسه انها حاجه جميله لذيذه وان شاء الله تفضل مكمله على طول. وذس شوز قد ايه دبي بجد جلوبال، اتس انترناشونال، بتجمع كل الناس من كل البلاد مش بس شرق اوسط، فده شيء جميل. يعني اقيم مؤتمر صحفي بحضور نخبه من المشاهير لتكريم نجوم المرحله الاولى من دبي ستارز، حيث كانوا نخبة من الشخصيات العربية والعالمية اللي أحدثت تغيير في مجالها وتأثير في المجتمع. فخور جدا بتواجدي ضمن كوكبة كبيرة من النجوم، أتمنى إن شاء الله أنه الأسماء اللي تستحق إن شاء الله ان تكون معانا ان شاء الله، انه في المستقبل القريب ان شاء الله حتكون متواجده ان شاء الله. I think it's quite cool. You know, you want your work to be recognized in all parts of the world and the fact that it is over here and then you know rewarded is quite amazing. Happy birthday. ينعاد عليكي. قديش انت محظوظه ومبسوطه اليوم انه بيوم عيد ميلادك عم تتكرمي بدبي ستارز؟ اولا هذه صدفه، يعني ما كان مرتب لها ابدا، هم اعطوني التاريخ لكن في الحقيقه التاريخ بسائب اليوم ميلادي. انا كثير جدا مبسوطه، اتوقع انه هذه حتعطيني دفعه للامام، هذه هديه عيد ميلادي وصلتني. بيشغل بال الكتير علاقة ذا ويك إند وبيلا حديد، خاصة وإنهم كانوا من أنجح الكابلز في هوليوود، فما هي آخر تطورات علاقتهم؟ كما توقع الكتار من المقربين من الثنائي بيلا حديد وذا ويك إند إنهم ما رح يقدروا يفترقوا عن بعضهم لمدة طويلة، فبعد شهرين من انفصالهم ذكرت بعض المصادر أنه استغل يوم عيد ميلادها بتسعة أكتوبر الماضي ليتواصل معه، وأنه منن على خلاف، حيث أنه بيلا ما بتكن أي مشاعر غضب أو استياء تجاه أي شخص. وكانت بيلا أقامت هير بيرثدي بارتي بنيويورك مع أصدقائها وعائلتها، وكانت المفاجأة هي حضور هير أكس ذا ويكند، وقاموا بقضاء السهرة سوا
كما أنهم غادروا سوا للشقة يلي كانوا بيعيشوا فيها، وكان واضح عليهم أنهم بحبوا بعض وبيشعروا بسعادة كبيرة، مما جعل الجميع يظنوا أنه they are back together. ولكن هالأمر نفي ممثل عن The Weeknd وقال بأنه مجرد أصدقاء وما رجعوا كحبيبين. وكان الثنائي انفصلوا للمرة الثانية ببداية شهر أغسطس، وذلك من بعد ما كانوا بيقضوا الكثير من الوقت بعاد عن بعض بسبب انشغال كل منهم بالكارير الخاص فيه، مما تسبب بحدوث توتر بيناتهم. ورغم أنهم ما كملوا علاقتهم إلى أنهم تمكنوا من إزالة التوتر والمحافظة على علاقة طيبة بيناتهم، فهل تتوقعوا أنه يرجعوا لبعض قريباً؟ اتقدمت الكثير من الأفلام والمسلسلات الوطنية اللي بيتسابق النجوم على المشاركة فيها، وطبعاً اللي بيتابعها الجمهور بشغف، لكنها اختفت لفترة طويلة ورجعت بقوة، خصوصاً بعد نجاح الكبير لفيلم الممر. فيا ترى إيه هي أبرز المشاريع الفنية الوطنية المتوقع إننا نشوفها خلال الفترة اللي جاية؟ على مصر هيترفع على الأرض اللي راحت، وقت المعركة كلنا واحد. هذا فيلم الممر اللي جسد حالة جنود وضباط الجيش المصري بعد نكسة 1967 على إعجاب كل من شاهده، سواء على شاشة السينما أو التلفزيون، وأشاد به العديد من النقاد من حيث التصوير والقصة وأداء أبطاله الذين استطاعوا نقل الأحداث إلى ذهن المشاهد. أهم ما في هذا الفيلم أنه أول فيلم عسكري بالمعنى المباشر للكلمة، الناس تحس وتصدق. احنا مش هندافع، احنا نهاجم. وتعرف هذه النوعية من الأفلام بضخامتها الإنتاجية، حيث تجاوز إنتاج الفيلم 100 مليون جنيه، ويتجه منتج الفيلم هشام عبد الخالق نحو تقديم جزء تاني من الفيلم استكمالا لنجاح الجزء الأول. طبعا في جزء تاني وشغالين دلوقتي على السيناريو لغاية لما يتجهز إن شاء الله، ويبتدي نخش بنفس فريق العمل وحفظي ورد. أهم حاجة المهمة تتنفس، دير بالك على حالك يا هلال. مش قادر أبص في عينه وأنا مهزوم مكسور، والشهداء اللي تفينهم هنا دي أرضنا برضو. وهناك أيضا فيلم 1919 اللي بيتم تغيير اسمه إلى كيرة والجن للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداث الفيلم عام 1919 اللي شهد المقاومة الوطنية المصرية ضد الاستعمار البريطاني. الفيلم بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، واللي من المقرر بدء تصويره في الأيام المقبلة على أن يتم عرضه في صيف 2020. كريم عبد العزيز وأحمد عز طبعا هم من أهم الناس اللي موجودة على مستوى الدراما السينما. أنا هعمل حاجة مختلفة، مش مختلف عن الرواية، اللي قرأ الرواية هيلاقي الرواية هي طبعا. أيضا أعلن محمد عادل إمام عبر حسابه على إنستغرام من خلال تعليق على صورة له عن مفاجأة تجسيد لبطل الصعقة إبراهيم الرفاعي، كما كشف بيتر ميمي عن مسلسل الاختيار الذي سيقوم ببطولته أمير كرارة من خلال صورة نشرها عبر إنستغرام للشهيد بطل الصعقة أحمد منسي، وعلق عليها باسم المسلسل وموعد عرضه. وسيجسد كرارة شخصية البطل الراحل منسي قائد الكتيبة 103 صعقة، ونشر كرارة نفس الصورة عبر حسابه على فيسبوك. احنا كتب علينا الخوف ما يدخلش قلبنا، واللي راح احنا مش اغلى منهم، ودمهم امانة في رقبتنا. العملية المرة دي صعبة مش سهلة، بس احنا قدها. قدها ولا مش قدها؟ هنروح وهنرجع. وحوش يا مهندس الكلام ما بنخافش. وحوش يا مهندس مش سامع. وحوش يا زال في عربود الليلة كريم فهمي واجه محمد هنيدي. انا اتمنى الفيلمين ان هم يحققوا نجاح كبير جدا، وانا اول واحد اخش اتفرج على فيلم الاستاذ هنيدي لان انا واحد من جمهوره. ليام بين يكشف عن ازمته النفسية. نجوم قرروا اعتزال السوشيال ميديا.
دايما بيعاني المشاهير من أزمات نفسية قاسية بسبب اللي بيمروا بيه من مواقف مؤلمة سواء في حياتهم الشخصية أو العملية، لأن في دراسة نفسية بتقول إن الفنان جسده لا يتسع لروحه، وده اللي بيسبب له الحساسية العالية اللي بتخليه يتأثر بأي حاجة حواليه. ومن آخر هؤلاء النجوم كان ليام بين اللي يبدو إنه كان بيعيش أسوأ مراحل حياته. شهرة المبكرة، الانفصال عن One Direction، وفشل حياته العاطفية مع ثلاث سيدات، كل أشياء من الممكن أن تعرض أي شخص لأزمة نفسية قاسية، وهالشي بالفعل يلي صار مع بطل كل هالحكايات ليام بين. حيث كشفت تقارير صحفية مؤخراً بأنه ليام صرح لأحد أصدقائه المقربين بأنه كان على وشك الانهيار تماماً من بعد المواقف الصعبة والمؤلمة يلي واجهها خلال السنوات الأخيرة. فكل الأشخاص ما بيهتموا بشعور الإنسان المشهور ولا بيهتموا بأنه يعرفوا إذا كان بخير أم لا، فهو طوال الوقت كان بيحاول أنه يظهر سعيد أمام جمهوره بالرغم من أنه كان عم بيواجه أزمة نفسية حادة، ولكن ليام قدر أنه يطلع نفسه من هالأزمة بفضل التمرينات الرياضية يلي بيخضع لها طوال الوقت، وإلى جانب أصدقائه يلي كانوا بيساندوه دايماً بأصعب الأوقات. كما كان الفضل الأكبر لصديقته الحالية مايا هنري يلي خلته يعيش أفضل حياة، وهي السبب الأساسي لابتسامته الدايمة يلي منشوفها، والهيئة أنه بالفعل بيقدر وجودها بحياته، حيث قام بنشر صورة بتجمعهم عبر حسابه بإنستغرام ليأكد أنه هي السر وراء نجاحه وسعادته الحالية. وظهر الثنائي على الريد كاربت للمرة الأولى من خلال حفل إطلاق الكابسول كولكشن الخاصة بريتا أورا وإسكادا بباريس فاشن ويك، تزامناً مع مرور صديقته السابقة شيريل من على رانوي عرض لوريال باريس. ولكن من الواضح أنه بين ما كان مهتم، فمايا خلته ما يهتم بأي سيدة تانية. وعلى صعيد الغناء فحقق نجاح كتير كبير بأغنيته الأخيرة Stack It Up يلي شاركوا غناء الرابر إبوغي والدهودي. أخبار كتيرة جداً تداولت عن تشابه عمل بيحضره كريم فهمي مع فيلم محمد هنيدي المنتظر واللي شغال عليه بقاله فترة طويلة. قابلنا كريم فهمي ووضح الموضوع ده بالتفصيل، بالإضافة إلى كشفه لعرب ووت حصرياً عن تفاصيل مسلسله الجديد. اختيار الأستاذ إبراهيم فخر وأستاذ حسن دهشان ده لوحده راحة نفسية، إن في حد في ظهرك دايماً. محمد أحمد السبكي توتا قال لي يلا نعمل مسلسل مع بعض وكده، ده أول حماسة طبعا. الملاك هو عنوان مسلسل كريم فهمي الجديد والذي سيقدم فيه دور طبيب. يا حلم يا زمالة. أيوة. ولكن هل كونه طبيب أسنان في الحقيقة سيساعده في تقديم دوره؟ كل واحد بيبقى ليه حياته وكل فكل واحد ليه كاركتر، مش فملاك مختلف تماما عن الحقيقة بتاعتي تماما يعني. أنت اللي جبته لنفسك. كواليس المسلسل كانت مليئة بالضحك والمرح كما ظهر بالفيديو الذي نشره على انستغرام. احنا اصلا صحاب قبل ما نشتغل واحنا على طول يعني حمدي وفتحي وثروت في لوكيشن واحد، دي كارثة طبعا، مفيش كلمة جد بتتقال. حبيبتي يعني البنت الغلبانه الممثله الجديده يعني هتبقى نجمه حقوقها، ده مفتي اول ما شافتهم اول يوم كانت يعني مش مصدقه كميه الهزار اللي بيهزروه في اللوكيشن، بس فهمت بقى معاهم وبقت على التراك. يعني الكلام بالطريقه دي مش هينفع يا داليا، انت قلت انك مش هترجع تاني، واضح ان ده قدر. وفي جانب المسلسل كريم بيحضر لعمل سينمائي بعنوان ديدو، الكثير وجدوا تقارب بينه وبين فيلم عقلة الإصبع لمحمد هنيدي. أستاذ محمد هنيدي ده قيمة كبيرة جدا جدا جدا، فأنا مبدئيا أن يتذكر اسمي معاه في جملة واحدة ده شرف ليا، ففكرة أن فيلم يتشابه مع فيلم الأستاذ ده شرف ليا كبير جدا، واللي أنا متأكد منه أن ده فيلم وده فيلم، بس ممكن يبقى نفس الإطار من بره كفكرة بسيطة، فكرة عقلة الصباع،
انا اتمنى للفيلمين ان هم يحققوا نجاح كبير جدا، وانا اول واحد اخش اتفرج على فيلم الاستاذ هنيدي لان انا واحد من جمهوره يعني. وسيظهر معه شيكو واحمد فهمي وهشام ماجد كضيوف شرف. انا كلمتهم في التليفون، بكره عندي تصوير ومش عارفين جايين يعملوا ايه يعني، من كتر ما احنا العلاقه بيننا مش ما فيها يعني. هم في البوم، وحتى شيكو وهشام كلموني تاني يوم كنت عندهم، واحمد نفس الكلام في احمد داني. ده كريم فهمي. طب ما حلو كريم فهمي ده، انا اختفر. لا لا لا، انا ما بحبش كريم فهمي ولا بحب اخوه. لا بس الصراحه اخو صوته حلو قوي يا ريتاج. ايه اللي صوته حلو؟ مين ده؟ قرر بعض النجوم في الفتره الاخيره الابتعاد عن السوشيال ميديا، ونجوم تانيين لسه بيفكروا في القرار، وفي فنانين نفذوا القرار ده فعلا بس تراجعوا فيه. فيا ترى مين هم النجوم اللي علاقتهم بالسوشيال ميديا مذبذبه؟ انا كنز الليالي تنا بس نحنا مركبين عطمة. قررت شيرين عبد الوهاب مؤخرا الابتعاد تماما عن السوشيال ميديا بسبب الهجوم اللي تعرضت له بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، عبرت من خلالها عن حزنها بسبب الحرائق اللي اندلعت بلبنان، وأعلنت استعدادها لإقامة حفل يخصص كل إيراداته لصالح المتضررين من تلك الحرائق. وبعدها تعرضت لهجوم كبير وقررت بعده غلق جميع حساباتها. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. كما نشرت كندا علوش تغريدة عبر حسابها على تويتر، وقررت من خلالها هي أيضا الابتعاد عن السوشيال ميديا، ووضحت أن السبب هو الطاقة المستهلكة من ناحيتها في الرد على المسيئين والمستفزين من خلال تعليقاتهم. وبعدها طلب معجبيها الرجوع عن هذا القرار، وطلبوا منها التجاهل وعمل بلوك لكل من ترى تعليقه خارج عن نطاق المألوف، وبالفعل تراجعت كندا عن قرارها. كما يبدو أيضا أن محمد لطفي بيفكر في الابتعاد عن السوشيال ميديا، حيث نشر عبر حسابه على انستغرام فيديو ظهر فيه وهو بيعزف الجيتار ويغني أغنية عبرت عن مدى استيائه من السوشيال ميديا والشائعات التي تروج من خلالها. أنا متوتر وكمان متضايق من السوشيال ميديا، خلاص مش طايق، ما كفاية الواتساب ونقدم على الغاز الطبيعي، للسوشيال ميديا فل الباب، مش عايز حاجة تزيد ترويعي. كما أعلن أحمد فهمي من قبل اعتزاله السوشيال ميديا بعد كثير من التعليقات المستفزة، لكن لم يستمر ذلك الابتعاد كثيرا. ويعد أحمد فهمي من الفنانين القلائل الذين يواجهون النقد بالرد العنيف أحيانا. انت سامع اللي انا سامعه ده فخر؟ لا مش سامع حاجة، مفيش حاجة، يلا ما تلبشناش امشي. انت مش سامع؟ لا مش سامع. يبقى انا اللي بيتندهلي لوحدي يا فخر، في حاجة بتقول يا سيد يا سيد، وانا اللي سامعها لوحدي، ان الدها بتنده عليا يا فخر. نداها تنده عليك في العباسية؟ هو احنا في الأرياف يالا؟ فاصل ظافر العابدين وش السعد على كارمن بيسيدس. مسلسل بتحس هيك دخل على بيوت العالم بكل الوطن العربي، فهذا الشيء اكيد بفرحنا. جيران إتشيرين منزعجين منه. ما هي افلام موسم نصف العام المرتقبه؟ إتشيرين من أنجح وأغنى الفنانين في العالم، واللي معروف عنه استثمار ثروته في العقارات، لكن يبدو كده أن الموضوع ده سبب ليه بعض المتاعب. معركة إتشيرين مع جيرانه ما زالت مستمرة، وذلك من بعد ما أغضبهم من جديد،
حيث أنه شيرين ويلي بتبلغ ثروته 160 مليون باوند بده أنه يأسس منطقة مميزة باسم شيرين فيل، مما خليه يشتري 5 عقارات ب 3.7 مليون باوند. وقام شقيق زوجة شيرين ببداية شهر أكتوبر بالتقدم بأوراق لمجلس مقاطعة إيست سافلك لخطة بناء مبنى على شكل مركب للمناسبات الاجتماعية بحديقته ليتم فيه الاحتفال بالسوشيال جاذرينجز والأفراح. كما تم تقليل حجم المبنى من بعد فشل محاولته ببناء كنيسة صغيرة بالعام الماضي، حيث رفض جيرانه هالأمر بشدة. وهيدي من المرة الأولى حيث أثار شيرين حفيظة جيرانه من قبل وقت تقدم بطلب لبناء بوند داخل ممتلكاته، ووافق المجلس من بعد تعهده بأنها رح تكون مكان للضفادع والحيوانات التانية ومنعوا استخدامها لأغراض ترفيهية مثل السباحة. ولكن شيرين عاد لا يحتاج ضد هالمنع، حيث انه بيشوفه غير منطقي وما له داعي. ومن الواضح انه مشاكل شيرين مع جيرانه ما رح تنتهي anytime soon. Don't deserve this. You look perfect tonight. كارمن بسايبس ممثلة لبنانية نقدر نوصفها بانها اضافت للدراما اللبنانية وكسرت حاجز النجمات اللي تعودنا عليهم، لدرجة ان الجمهور اللبناني بيطلب على السوشيال ميديا ان هم عايزين يشوفوا وجوه جديدة. كارمن بسايبس اطلت على الجمهور اللبناني والعربي في اعمال كبيرة جدا، كان اخرها عروس بيروت مع شريك نجاحتها ظافر العابدين. حققت كارمن بسايبس نجاح هائل بأول دور بطولة لألها واستطاعت أنه تجذب الجمهور لألها. مبسوطة مبسوطة لأنه بس تتعب وهيك تحط كل مجهود تبعك بعمل هيك تتوقع يعني أنه تكون متأمل أنه الناس تحب يعني، فالفيدباك حلو، هذا الشيء بيفرحنا. والمسلسل بتحس هيك دخل على بيوت العالم بكل الوطن العربي، فهذا الشيء أكيد بيفرحنا. أنا ما بدي فستان عرس. أنت هلا عم تحملي اسم عائلة الظاهر، تعملي اللي بيناسب اللي بيليق باسم العائلة. بعد النجاح الكبير للمسلسل، هل بتفكر بمنافسة نجمات لبنان الأوائل؟ فكرة المنافسة منا موجودة بطريقة تفكيري، ما بنافس، ما بعرف نافس، ومنا بهيدا المجال ومنا ممثلة لنافس أبدا، لأنه التمثيل هو شغفي والتمثيل هو شيء بحب أعمله وبيجيب لي سعادة لحياتي اليومية. ضحكت عينيك حسيت بقربك بالأمان، صرت بزمان غير اللي كان. كان من عرف الجمهور بجميل الطبيعي وبساطتها. بحب أنه إذا بدك كون بشبه حالي، بحب اترك الهوية تبعي وشكلي كيف ما كان هالشكل، بحب اتركه مثل ما هو، وبحس انه هيدا الشيء بيقرب الناس انه يحسوا بالحقيقية بتمثيلي ويحسوني قريبة منهم، يحسوا انه انا حدا فيوني، في يكون جارتهم، في يكون رفيقتهم، في يكون بنت مارقة على الشارع ما يطلعوا فيها، يعني بحس هيدا الشيء بيخلق حقيقية بالتمثيل. السلام عليكم. عمر الحمد لله على السلامة. سوري ايه؟ لتالي السفر ده طلع حاجة حلوة قوي، أنا هسافر كل يوم مادام في أحضان كده. الكثير من الفنانات بيتعرضوا للتنمر بسبب عمليات التجميل، ولكن كارمن كان عندها رأي تاني. يعني هيدا خيار شخصي، واليوم الانتقاد كل الوقت على هالفنان شو عم بيعمل، وهيدا الشيء بيخلق يعني هيدا الشيء اللي بيخلق قلة ثقة يمكن عند الناس، انه دائما يكون في تنمر او دائما عم ننتقد. بس برجع بقول لك الواحد هو اذا حاسس انه هالعملية او هالتعديل عم يجيب له ثقة بحاله وعم يخليه يكون مبسوط أكتر، يعني أوكي واي نوت. بس أنا ضد إنه واحد يروح للآخر ويصير عم بيغير كل ملامح وجهه.
الافلام اللي هتتنافس في موسم نصف العام القادم، فيا ترى ايه هي الافلام اللي هتدخل في منافسه من جديد في دور العرض السينمائي ومين ابرز نجومها؟ ينافس تامر حسني فيلم الفلوس بموسم نصف العام القادم بعد تأجيل عرضه في موسم عيد الأضحى. أما عن اسم العمل فقد أثار حيرة معجبين تامر، حيث تم تغييره أكثر من مرة إلى أن استقر على اسم الفلوس. وبيشارك تامر في بطولة الفيلم زينة التي تتعاون معه للمرة الرابعة في السينما، وكان آخرها فيلم كابتن هيما. كما يشارك أكثر من ضيف شرف في فيلم الفلوس، وأبرزهم أحمد السقا ومحمد سلام. والحال لا يختلف كثيرا في فيلم استدعاء ولي عمر، فبعد خروجه من موسم عيد الأضحى الماضي قرر صناعه طرحه بموسم نصف العام، والفيلم بيشارك في بطولته محمد عز وحورية فرغلي، وبيدور الفيلم في إطار تشويق اجتماعي ويناقش قضايا التعليم وما يتعرض له من مشكلات تواجه الأطفال. 500 دولار في البنك في زيهم كده يبقى معكم 1000. أما فيلم لص بغداد الذي سيقوم ببطولته محمد عادل إمام فقد انتهى من تصوير مشاهده ويدخل مرحلة المونتاج قريبا لعرضه في أجازة منتصف العام، وبيشارك في بطولته أحمد العوضي وياسمين رئيس، وبيأخذ إطار الأكشن والمطاردات كما وضح إمام من خلال الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام. أما إياد نصار فبينافس في نفس الموسم بفيلم رأس السنة، وتشارك البطولة إنجل مقدم في أول تعاون بينهما سينمائيا، وبتدور أحداث العمل في ليلة رأس السنة حول جريمة قتل، ويشارك في بطولته أيضا شيرين رضا وبسمة ومن تأليف وإنتاج محمد حفظي. ما أقولك إيه، أنا عندي مشكلة في الشغل وعايزك تنجديني. أنا مش هسألك. طب وديني، لو تفشت اسمك أول اسم يا جو. صدق أنت صاحب واجب وتعملها. بعد الفاصل في عربود الليلة هنا شيحة تكشف عن نجمها المفضل. ليه الأسئلة الصعبة دي؟ لا أنا بحب كل الممثلين والممثلات عشان كلهم صحاب. بيستعد محبو افلام الاكشن وسباق السيارات لمشاهده فيلم فورد فيرسس فيراري، واللي بيجسد الصراع بين شركتين من اهم الشركات في صناعه السيارات. فما هي تفاصيل هذا الفيلم؟ You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. هالجمله بتلخص قصه فيلم فورد فيرسس فيراري، المستوحى من أحداث حقيقية ويلي بيقوم ببطولته اثنين من أنجح الممثلين بهوليوود، كريستيان بيل ومات ديمون. وبيأدي ديمون شخصية كارا شيلبي مصمم السيارات الأمريكي يلي استعانت فيه شركة فورد لحتى يصمم سيارة جديدة تقدر إنها تهزم فيراري بسباق 24 Hours of Le Mans عام 1966. كما بيجسد بيل دور The British Racer كان مايلز، ويلي ساعد شيلبي بالعمل على هالسيارة كما أنه قام بقيادتها خلال السباق الشهير. We heard he's difficult. Ken? No, Ken's a puppy dog. وبيشاركهم بالفيلم العديد من الفنانين من بينهم كاترينا باف وجوش لوكاس إلى جانب نوا تشوب. أما الإخراج فهو للأوسكار نوميني جيمس مانجولد، وقام بكتابة الفيلم جيس بوترورث بالإضافة إلى جيسون كالر. You think you can beat Ferrari? ويذكر أنه فكرة الفيلم تم العمل عليها من عام 2013، وكان النجمين براد بيت وتوم كروز مرشحين ليقوموا ببطولة العمل، لكن المشروع ما اكتمل بوقتها. I ever break a promise to you?
I will put you in the driver's seat at Le Mans. وتم عرض الفيلم بتورونتو انترناشنال فيلم فيستيفال ب 9 سبتمبر الماضي، ونال بطلي العمل اعجاب النقاد والجمهور، ومن المنتظر انه يطرح الفيلم ب 15 نوفمبر القادم بدور العرض بالولايات المتحده. If this were a beauty pageant, we just lost. Looks aren't everything. جولة جديدة على البوكس أوفيس الأمريكي، وفي يحتل فيلم الرعب It Chapter 2 لجيمس ماكافوي على المركز العاشر، متراجع مركزين عن الأسبوع الماضي، حيث بلغت إيراداته هالأسبوع 1,505,000 دولار. وبينتقل هالجزء إلى فترة زمنية متقدمة عن الجزء الماضي ب 27 سنة، إلى أن الرعب ما زال مستمر. We can't let it happen again. وبتراجع 3 مراكز عن الأسبوع الماضي، حصد فيلم هاسلرز لجيلو على المركز التاسع، فتجاوزت إيراداته 2 مليون دولار. فيما خص الفيلم جودي على المركز الثامن، متراجع مركز واحد بس عن الأسبوع الماضي، فتجاوزت إيراداته 2 مليون دولار. الفيلم من بطولة روني زيلواغر، وبيحكي عن فترة هامة بحياة الفنانة جودي غارلاند. You need to take better care of yourself. You understand? Everybody has their troubles. I've had mine. واستوحز فيلم داونتاون أبي على المركز السابع بإيرادات تجاوزت 3 مليون دولار. الفيلم من بطولة ماثيو جود وميشيل دوكري، ويعتبر استكمالاً لأحداث المسلسل يلي بيحمل الاسم نفسه. داونتاون أبي is the heart of this community and you're keeping it beating. وبالمركز السادس جاء فيلم الانيميشن Abominable، متراجع مركزين عن الأسبوع الماضي، فبلغت إيراداته 3 مليون و 500 ألف دولار. Everest is just a kid. Stop hitting yourself. This is you and your parents. Aww, you have your mother's eyes. وبإيرادة 8 مليون و 500 ألف دولار احتل فيلم جيميناي مان لويل سميث على المركز الخامس بتراجع مركزين عن الأسبوع الماضي، وبتدور أحداثه حول قاتل محترف بيلاقي نفسه بصراع مع النسخة الشابة المستنسخة منه. I love you, Junior. كما حصل فيلم الانيميشن The Addams Family على المركز الرابع، متراجع مركزين عن الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت إيراداته 16 مليون دولار. Welcome to the neighborhood. What an interesting home. Fire in the hole. بينما حصد فيلم Zombieland 2 Double Tap على المركز الثالث بأول ويكند لعرضه، فحقق إيرادات وصلت إلى 26 مليون و 725 ألف دولار. الفيلم من بطولة وودي هارلسون وأما ستون، وبيحكي عن 4 أشخاص بيلاقوا نفسهم بصراع مع الزومبيز المتطورين. Oh God. Hey, Possum Age. Sorry, just you in that chair. I think I would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. وبالمركز الثاني جاء فيلم جوكر لواكين فينيكس، من بعد ما كان بالصدارة على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث وصلت إيراداته إلى 29 مليون و 205 ألف دولار. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? أما الصدارة فكانت من نصيب فيلم Maleficent 2 Mistress of Evil لأنجلينا جولي بأول ويكند لعرضه،
فبلغت إيراداته 36 مليون دولار. الفيلم هو الجزء الثاني من فيلم ماليفيسنت يلي عرض بال 2014، إلى أنه الجزء الجديد فيه الكثير من المفاجآت. What have you done? We go home now. Aurora! ختام الحلقة مع فقرة سؤال وجواب اللي شرفتنا فيها النجمة هنا شيحة واللي كشفت لينا عن تفاصيل شخصية جدا في حياتها. مثلا بتعمل ايه اول ما بتصحى من النوم؟ بتقضي الويك اند مع اصحابها ولا اولادها؟ بتحب تعمل فيه ايه؟ واسئلة تانية كتير هتجاوب عليها بعفوية وخفة دم. بغسل وشي واسناني. في حاجات صعبه دلوقتي ما بحب عامه، او انا ما بحبش الكذب، ما بحبش الناس الكذابه، فدي اكتر حاجه انا بكرهها في حياتي. ممكن اقبل اي حاجه في الدنيا الا الكذب. امال ازاي بتقول ان انت كنت بتتكلم مع بنات يعني؟ اتكلمت مع البنات دول اللي هم بيكلمونا في التليفون عشان الشقق وعشان الفلاتر والحاجات دي يعني. فلاتر؟ انه يبقى راجل. كلمة راجل دي حاجات كتير قوي 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 يعني، بقت نادرة في عالمنا الجميل، بس تمام. الحيوان اللي قلت لك عليه امبارح، ايه ده الكلب اللي هجم عليكي؟ لا، الحيوان المتخلف بقى صاحب الكلب، قال بيبعت لي وردة على البيت، قال يعني ذوق وشيك وكده. بروح سينما كل اسبوع مع الولاد، لازم نتغدى بره ولازم نتفرج، نعمل موفي نايت في البيت، فالويكند دايما حافل حافل بكل الحاجات الكتيره اللي انا بعملها انا والولاد. اجازه طويله، فانا مش عايزه اقعد في البيت ولا ثانيه، عايزاك تخرجني طول الوقت، ممكن؟ بحب اسمع ابو، بحب اسمع عمرو دياب، بحب اسمع عسيلي، بحب اسمع انجليزي كتير. ليه الاسئله الصعبه دي؟ لا انا بحب كل الممثلين والممثلات عشان كلهم صحاب. ملوخيه ورز وباميه، انا بطبخ عامه، فبطبخ كل حاجه. ما. سبعه. على فكرة بقى اللون ده غالي جدا وبفلوس كتير، ماركة معروفة، مش زي الحاجات المعفنة اللي بتحطها الموكوسة ثاني. التلات. مش عارف، ما بحبش اقول اسراري لحد. مش هقول. مش هقول. مش هقول. الرزق بتاع ربنا. Thank you. Merci. خلصت حلقة عرب ودي الليلة وكان فيها أحمد حلمي ومنى زكي وسونام كابور، نجوم ووك أوف فيم في دبي. لذيذ إن إحنا مع بعض، بس كمان الحدث نفسه لذيذ وجميل. هل عدى ويك إند وبيلا حديد؟ كارمن بسيبس في مواجهة نادين نجيم وسيرين عبد النور. التمثيل هو شغفي والتمثيل هو شيء بحب أعمله. نجوم يتوجهون للأعمال الوطنية. احمد فهمي ضيف شرف شقيقه كريم فهمي. انا كلمته في التليفون، بكره عندي تصوير ومش عارفين جايين يعملوا ايه يعني. انا شيحه تكشف العربود عما ندمت عليه في حياتها. ما بحبش اقول اسراري لحد. تفاصيل جديده حول فيلم فورد فيرسس فيراري. وبكده تكون خلصت حلقتنا للنهارده. استنونا بكره وحلقه جديده.